طيب mention two material في الدنيا such that material P is more tough than material B. بالظبط كده. Do you have a final product of some component under هنعمل final product من some component under some component. We fail فيها اللي هي and more and the, sorry and one bar to be reduced in the other. What are the lead manufacturing methods needed to produce this product? يعني عندي المسألة زي ما هو آخر في المركز. فهو بيقول اذكر ثلاث عمليات على الأقل هنستخدمها عشان نطلع فاينل برودكت. ثلاث حاجات. فوجي لا ليه فوجي؟ لا هو عاوز يقلل الدنيا. فتقليل الدنيا فرصة معلش هو لا لا هو في المانيفاكشن اللي هو تيرمين خلاص تيرمين شو بريميز اللي في اللي هو سام كومبوننت سام كومبوننت انا عاوز افاين اعمل عمليه تجميع سمبل جوينت الناس كل كده في حته برضه قالها من فين تيجي هناك عامل ايه؟ طالما في هام العمليه بتاعت الكتاب دي تعتبر ايه؟ اربع طرق بتاع المانيفاكتشرنج ايه هما؟ الماشينينج فورمينج جويننج والفينشنج فينشنج ده عباره عن ايه؟ فينشنج بتتكلم عن عمليات المحدوده فيرمينج وفينشنج والفينشنج ثاني عشان ما نقول في بار تو ريديوس الديامتر بتاع البار هي دي عمليه الاستخراج تري ماتيريال عندي ثلاثه ماتيريال اقطعهم بايه؟ شيفر وفايل وسكراب شيفر عندي شيفر وفايل وسكراب الفايل مش بيعمل فايل يعني هستخدم الثلاثه دول فبيقول اذكر بقى ايه؟ مش ماتيريال شو فيه؟ انا واحده فيهم very smooth, less smooth, least smooth. بالظبط. very smooth اللي هو ايه؟ كراب. كراب الاول والليس سموث اللي هو فايروس والليس سموث. What are what is the difference between measurements and gauging? measurement detection double check measure the value to be sure that it lies between the maximum and minimum or within the tolerance يعني التعريف او الاجابه يعني انا راح اشوف المقاس بتاعي في الحديد ولا تقول لها بقى دي اقول لك ولا اما الميجرنج ذا بروسيس اوف اسيرشن تحديد او ميجرنج او كوانتيفاينج اند ا نون فيزيكال فورس كمية طبيعية حدثة أو حدثة أو عرفها جاوب الإنجلس not in part no in English only طب لو واحد زنق في كلمة ما يطلعش لا لا عيب عيبة كبيرة أوي احنا يمكن سنقول بس فاتحة يعني بفتح لكم بعض الكلام لكن بعد كده هتلاقي كل المحاضرات كل شيء ها معانا ولا ايوه كنت ايه كان في جيت ايوه انت بتقول خلاص لسه ما فتحتش ايوه انت لسه ما فتحتش طيب انا كنت جاي ليه؟
لا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، انا قلت ان انت تفضل يوم 11 بكره اجازه او مفيش اجازه، بكره راس السنه او مفيش راس السنه، حتى قلت راس السنه الهجريه او مفيش راس سنه هجريه، راس سنه اصليه مفيش راس سنه اصليه، بص هيتحاسب ممكن مش هيتحاسب في جميع احوال الامتحان ده اللي انا قلته في الوقت ده. بص انا فاكر ان انا قلت شباب مرام ان انتوا عرفتوا طيب في معروف تمام، عندكم حاجة يا أخو معاذ؟ لسه في ستوري أنا طيب شفتكم امتحان تاني ولا كده؟ كده حلوة في امتحان بقى في امتحان كبير بتاع الفاينل اللي هو بتاع الفاينل؟ كان في واحد الإجابة بتاعة المالتي كورس في هذا الجدول. لا حل بره بس المجموعة واسمك والاي دي بتاعك تجاوب في الورقة دي. في بقى ايه؟ انا مش فاكر الامتحان بتاعكم جاي مثلا لغاية دي، اختيارات جاية لغاية دي، واحد يسأل يقول طب ايه نكتب ايه؟ هقول له ايه؟ سيبها فاضية يعني هنا جايب لغايه ايه؟ خلاص احنا في مثلا انا جايب 20 سؤال، ما حدش سالني بقى طب نعمل ايه من 30 ل 80؟ والله الاسئله دي يعني احنا هنحل هنا مش هنحل بره. حل زي ما انت عايز بس في الاخر تاني الوقت. الاخر في دقيقه تنقل اللي جابتها. طب لو ما لحقناش يعني مش عايز لا يا مش لا من ناحيه الوقت ساعه كافيه جدا. ساعه ده قليل قوي قليل جدا. لا 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 نخليها ساعة وخمس دقايق وانا بخلص في 10 وبعدين السؤال ده هتلاقيه حلو هنا فبنديك درجة على هنا وده 11 من 20 وبعدين ده 23 من 30 بنجمع بقى الأسئلة دي وكل سؤال عليه نص درجة. طب دكتور نعم هو الفكرة ان هو مثلا انا مثلا الامتحان انا واحمد معفلين اللي هو بتاع مثلا من التجارين مثلا مع المستوعبين في كم سؤال ودي 8 من 10 عشان منظر الورقه مش ليه كده؟ دي كانت حاجه برضه خانقاني برضه والله كانت خانقاني والله العظيم يعني شكل ورقه مش عاجبني يعني بص انا بص لا هتلاقي الانجلش بتاعك لا لا والله لا 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 والله انا بص انا كانت ورقه 9 من 10 الورقه الثانيه 8 من 10 الورقه اللي 9 من 10 ناقص فيها علشان اسهم كنت عاملها وكاتب بعديها الاجابه فاهم بيقول لي انت عارف تعمل لي زي ايه انظر في صفحه رقم كذا طب ليه يعني فاهم نقصني عليها درجه دي 8 من 10 من 10 مثلا ناقص مش عارف درجتين و اكيد يعني المعيد يعني لا لا مش تصدق والله هو كان هو مثلا يعني هو الفاينل بيتجاوب بكل رقم وكل مقاطعه دكتور يوم باش ان شاء الله يوم ايه؟ اثنين